عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس 9 أيار 2024. صحيفة النهار: التهديد بالصيف الساخن، استنزاف طويل، هل اتخذ باسيل قرار فصل ألاعون؟ مفاوضات الهدنة عالقة واستياء إسرائيلي من أمريكا. صحيفة نداء الوطن: سقوط 5 عناصر للحزب والجهاد، وإسرائيل تتوعد بصيف ساخن، ناقوس الكنيسة يسبق مطرقة بري، خطر النزوح أكبر من رشوة المليار، المالية تبتدع سعر صرف جديد. صحيفة الجمهورية: واشنطن لهدنة من غزة إلى لبنان، عودة حاسمة لجونسون، صيف واعد، دور البلديات والمجتمع المدني في تحقيق التنمية. صحيفة اللواء: القصف يتجاوز قواعد اللعبة وقذائف على جالانت قبل الصيف الساخن، النزوح يتقدم على 1701 وملف الرئاسة، واتصالات لإبعاد الاتهامات عن جلسة الأربعاء، إدارة بايدن لوقف التوغل في رفح، تعليق شحونات أسلحة يفجر أزمة. صحيفة الأخبار: أمريكا تقنن السلاح، إسرائيل تحت الضغط، المستشفيات الخاصة لا علاج للفقراء، حزب الله يرفع سقف المواجهة. صحيفة الديار: مفوضية اللاجئين لن تسلم ذات النازحين، واجتماع في بكركي وتحركات شعبية، الورقة الفرنسية كتبت بالإنجليزية وتجاهلت الرئاسة و14 ملاحظة لبنانية، صواريخ بركان تلاحق جالانت وعمليات نوعية للمقاومة و30 غارة للطيران المعادي. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.